واحد مجموعة ديال المشاكل اللي صابت هاد واحد الفئة ديال المعلمين العراديين فئة 2007، واللي صراحة ما نصفاتهمش الوزارة، واللي صراحة خدموا وضحاو بالغالي والنفيس من أواخر السبعينات. اللي كنعرف أنا واحد الحالة اللي من 78، واللي اشتغلوا لغاية 2007 بعد نضالات طويلة ممركزة في الرباط، فكان الإدماج في 2007. يعني من أواخر السبعينات، كاين واحد الأخ كنعرفو أنا من 78، يعني من 78 ل 2007 ما يناهج 30 عام أو 29 عام بالتدقيق. فهاد هاد هاد الفترة كاملة ما تحسباتش في التقاعد، في الصندوق المغربي للتقاعد. فالإخوان اللي خرجوا تقاعد، وأولهم خرج في 2015 على ما أظن، فتحسبت لي 8 سنوات. فخلال هاد 8 سنوات اللي يعني اللي بقى ليه هو بقات ليه عفوا بقات ليه 1370 درهم. فهاد 1370 درهم هو ضحى، يعني ضحى راه 8 سنوات زائد 29 راه 37 سنة اللي خدم في التعليم. وصراحة في مناطق نائية، لأنه ما شنو اش دارت هاد الوزارة، سدات بينا صراحة سدات بينا التقابي، أي الخصاص اللي ما كيبغيش هادوك المرسمين آنذاك. فخدمنا في وسط الجبال وفي المناطق النائية، ما كاين لا ما لا. فهاد الأخ هذا الإخوان خرجوا غالبا ب 1370 درهم. فهاد الأخ اللي كنعرفو بهذا المبلغ اللي هزيل، الزوجة ديالو تصابت بالضغط ودابا مريضة بالقلب، وهو راه اونديكابي تشلل. فهذا هو بعجالة، هذا هو. فالعدد هو ماشي عدد كثير، لان العدد ديال هاد الفئه ديال 2007 اللي دمجت في 2007 اللي كنسميوه حنا فوج 2007 هو 407 او 400 وشي حاجه، ماشي شي حاجه كثيره. فالوزاره حاليا يعني غالقه هذا الموضوع هذا، يعني ما كاينش شي حوار، ما كاينش حتى شي حاجه. كاين بعض الاشارات، كان بعض الإشارات بحال واحد موضوع طرحه واحد نائب برلماني، كان رد ديال الوزير أنه الوزارة كتشتغل على هذا الموضوع، وكون رد ديالو راه كاينه وثيقة. فهادشي اللي كاين حاليا. فالإخوان حاليا كيفكروا بجدية، كيفكروا أنه غيحتجوا، غينزلوا الرباط، غيمركزوا. حنا كنتسناو غير مسائل تقنيه ديال انتخاب المنسق الوطني واللجنه الوطنيه باش نزلوا الرباط. وكاين امر اخر، انه غادي نرفعوا دعوه قضائيه، لان الدعوه القضائيه ما يمكنش ترفعها بهذا العدد الكثير، وانما خاصها تكون فرديه. يعني غادي حنا صراحه غنزلوا، غتكون 400 دعوه قضائيه، وغادي نتسناو الرد ديال القضاء. باهم مطالب، كاين ثلاثه المطالب ما كاينش. يعني اول مطلب اللي هو احتساب سنوات اللي اشتغلنا كعراضيين في صندوق التقاعد، باش يجبروا الضرر ديال هاد الاخوان هادو اللي تقاعدوا، اللي هي فئه اللي تقريبا 50 واحد تقاعدات، استاذات واساتذه، وكيعيشوا واحد الظرفيه صعبه. فراه صراحة 1370 درهم راه ما غاديش تعيشك حتى هذيك 5 ايام الاولى ديال الشهر. فهذا هو المطلب. ثم المطلب الثاني، إعادة ترتيب هاد السنوات هادو في الأقدمية العامة. ثم المطلب الثالث اللي هو يعطيونا حنايا، تخرجنا من مركز تكوين المعلمين، فيعطيونا الدبلوم ديالنا. هذا. وكاين مطلب آخر،
نورمالمون خاصهم خاصها تكون جبر الضرر، يعني يجبروا الضرر ديال هاد الاخوان هادو، هاد الفئه هادي اللي ضحات من اجل هاد الوطن هذا، وصراحه ما نصفتهاش هاد الوزاره وما كتشجعش حتى النشء الجاي باش يدير باش يدخل هاد الميدان اللي هو ميدان صعيب جدا، هاد الميدان ديال التعليم صعب، لان بعض الناس كيشوفوا ميدان اللي هو بسيط وميدان ديال العطال، صراحه هو ميدان ديال صعب جدا، مشاكل ديال النشء ومشاكل ديال المؤسسات العموميه، وصراحه انسان راه ما تيخرج، رجال التعليم راه قليل اللي تيخرج بصحته، راه اللي اكثريه كيخرج الضغط والسكر ومجموعه ديال المشاكل الصحيه. صراحه كنطلبوا من الوزاره انها تنصف هذه الفئه هذه.